بل كان ذاك الحاكم العادل والذي يهتم بمملكته ولا يهمه إلا مصلحة رعاياه، واعتبر كل مخلوق نفسه محظوظاً لأنه حظي بنعمة أن يعيش في ظل تلك السلالة الحاكمة العادلة والحكيمة. وأهم تنين في تلك السلالة كان سيد البحر الشرقي. كان كل مخلوق في تلك المنطقة سعيداً وخالياً من الهموم، إلى أن تسببت شريرة اسمها أوتشو بوضع مختلف، ودارت معركة ضارية لتقرير مستقبل البحر الشرقي، وسواء ما إذا كان الخير أو الشر هو الذي سيحكم. ولكن بفضل قوة لؤلؤة التنين ربح الخير، ولم يتبقى للطامحة إلى الحكم إلا ثلاث قوائم من أصل ثمان. وبقيت معالم المعركة الأخيرة على حالها لتكون تذكاراً على أن مواطني البحر يجب أن يكونوا دائماً متنبهين لقوى الشر. وانتشرت قصة على امتداد السنين مفادها أن قوائم أوتشو المبتورة ستنتقم من أي مخلوق يتجرأ على إزعاج هذا الجانب من قعر البحر، وقد أصبح معروفاً بتسمية ساحة المعركة المخيفة. أوه لا، هذه ساحة المعركة المسكونة التي هزم فيها التنين الشرير أوتشو منذ وقت طويل. لماذا أتيت إلى هنا؟ لسوء الحظ لم يتعلم الشرير من دروس الماضي المليء بالحروب، وأراد أن يمتحن مجدداً عزيمة سيد البحر الشرقي. إليكم قصة القوي، قصة الحق والباطل، وقصة دريكو ابن الحاكم التنين. من هنا؟ نعم، إنه هناك على الحدود تماماً، وهو يلقى حراسة شديدة من أفضل جنود التنين الملك، وله جدران سميكة. أصمت، يا لك من غبي. أتحاول أن تنبئ الجميع بوجودنا؟ غبي، أخفض صوتك. سمعت أن الضربات المتكررة على الدماغ قد تسبب تلفاً كبيراً للدماغ. ممتاز، قل لي ماذا ترى؟ يا ويلي، إنه ضخم جداً. لا، فلنهرب. أعطني هذا الشيء اللعين. كنت أحاول. يا لك من جبان. لست جباناً. إنها مجرد سمكة روبيان، حتى أنه ليس طبقة مقبلة يليق بنا. تراجع. ها قد تراجعت، ولن أصمت وهي يمينة. أنت الرئيس يا هومر. مرحبا أيها القوي، أتريد هذا ما أستطيع فعله؟ لم أشعر بأي تعب مطلق، أهذا أقوى نظام أمن عندهم؟ فقد التنين ملك البحر عقله. نعم، فأنت دائما على حق على ما أظن. هل من أحد في المنزل؟ أترى تماماً كما قلت لك، ليس في هذا المكان أحد مطلقاً. لا أحد هنا. وزعوا بعض الجماجم للحفاظ على المظاهر. أغبياء. أنا اللواء سلطعون، فكيف أساعدكما؟ نحن آسفان، لقد ضللنا الطريق. كاذبان، أتظنان أنه كان في وسعكما أن تدخلا هذا المكان وألا يراكما أحد؟ إننا نراقبكما منذ ساعات، أعتقد أنكما يجب أن تتلقنا. يا حراس الحدود تأهبوا. لا داعي إلى الغلط. قلعة التنين في البحر الشرقي كانت المكتبة الإمبراطورية، حيث كان التنين الشاب يتلقى دروسه النهارية من أستاذه. كان
كان معلم الإمبراطورية الكبير حكيماً جداً، ولكن كان أشبه بأستاذ مدرسة، وقد شملت مسؤولياته تعليم وريث الإمبراطورية. كان سرطاناً بحرياً عجوزاً لم يدرب بمعرفته الشبان فحسب، لكنه كان مستشار الحاكم منذ قديم الزمان. الطريقة الصحيحة للتعليم. معظم الأولاد في سن معينة لا يعيرون اهتماماً للتاريخ كما يجب. اخترقت الظلة من برجها. وذلك ينطبق أيضاً على دريكو. الفخر لاسم العائلة لأنها جمعت الطعام. الفخر لها. شهيق زفير، يجب أن أنتهي من هذه الحصة قبل أن يجن جنوني. الطريقة الصينية القديمة في نفث النار تنجح كل مرة. جاهز؟ هيا. هذا مقزز فعلا، سأحاول مرة أخرى. دريكو، كل من في هذا المحيط يتوقع.